شركة سانفاك متواجدة بالمنطقة الصناعية البليدة، مختصة في صناعة آلات صناعية. الجديد جبناه هو بدينا في مشروع جديد هو رسكالا في صناعة آلات الرسكالا، والآن عندنا خبرة جيدة في المجال. عندنا شريك صيني واستفدنا من الخبرة اللي عنده هو، وزدنا طورنا القدرات اللي عندنا احنا، طورنا هذا المنتوج. مرحبا به، احنا نتابعوه ونعطي له سعر جيد وجودة احسن، وضمان هنا ضمان موجود هنا بالجزائر، ونتابعوه في المشروع تاعو حتى ينجح ويزيد يتطور ويزيد الى الاحسن. عندنا كثير، عندنا بلاستيك انجكشن، بلاستيك بلوين ماشين، يعني النفخ، آلات النفخ، وزدنا آلات الرسكالة بجميع انواعها. آلات الرسكالة بتيم عن الناس زعما from China, and I'm here in Algeria with my partner in Algeria, Sunpec. We offer the injection machine and molds and accessories from China to Algeria. And this is our partner, the owner. Like this, okay?